ومن الفوائد أن من تشاءم تفوته الدرجات العلى يوم القيامة، فضلاً عما يفوته من الخير في هذه الدنيا من انشراح الصدر. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفره تطيرا وثق رجاله الهيثمي وقبله المنذري، وكذلك جود إسناده الألباني رحمه الله، وكذلك وثق رجاله ابن حجر الهيثمي وهو غير ابن حجر العسقلاني، لأن الهيثمي بعد ابن حجر المصري الذي نذكره دائماً.